للحديث عن تزايد تفشي فيروس كورونا في العراق في ظل أقوال متضاربة من الحكومة باستيراد اللقاح المضاد، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي. أستاذ لبيد، مرحبا بكم. يعني مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق، أيضا هناك الحكومة تتحدث عن استيراد دفعة من اللقاح المضاد، لكن كيف قرأتم كشف الصين عن أن الدفعة المستوردة هي مجرد هدية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عليكم ورحمة السلام الله. ورحمة الله. اللقاح الذي وصل إلى بغداد يوم أمس أو مساء أمس من الصين، نعم، هو هذه 50,000 جرعة كما ذكرت الوكالات وكما أعلنت الوزارة. وقبل أن تعلن السلطات الحكومية عن هذه الدفعة، أعلن ذلك السفير الصيني في العراق يوم أمس قبل وصول الدفعة من خلال مقال نشره. أنا قرأت المقال، نعم، ومن خلال ما بين السطور في سطور المقال نستنتج بأن ما قامت به الصين هو من باب رد الجميل لزيارة برهم صالح أو للموقف برهم صالح وعبد عادل عبد المهدي يوم كان رئيس الوزراء، بالإضافة للحملة التي قاموا بها من أجل جمع تبرعات على شكل كفوف وكمامات وأرسلوها إلى الصين. فمن الواضح أن الصين تريد أن ترد الجميل للطبقة السياسية العراقية إزاء موقفها مقابل موقفها آنذاك، يعني عندما كانت الصين في موبوءة جدا وفي حالة كارثة يعني. نعم. لذلك فالقراءة الأولية نستنتج بأن هذه هدية إلى الطبقة السياسية، يعني من الصين تهديها للطبقة السياسية، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، ما غاية الصين من أن تهدي للسياسيين؟ هل هناك يعني هل الحالة السياسية مرتبطة بالوضع الاقتصادي مثلا؟ هل تريد الصين من وراء ذلك أن يوسعون استثمارها داخل العراق مثلا أستاذ لبيد؟ بالتأكيد، يعني الهدية لها مغزى آخر. الهدية تبدو من حيث الشكل منحة مجانية، لكن لها دلالات أخرى. فالعراق عندما يفكر بأن يستورد مثلا لقاحات، فتكون هناك أولوية للصين أن يستورد منها اللقاحات، هذا من ناحية أخرى. وهذا أيضا يجر إلى الاستثمارات الأخرى والمصالح الاقتصادية الأخرى. فهذه مبدأ الهدايا أو الغزل الدبلوماسي على هذه الشاكلة، هذا معروف تاريخيا الحقيقة، أنه أنت تمنح شيئا يبدو مجانيا لكنه بالمقابل أنه ستكسب اقتصاديا وستكسب معنويا من وراء ذلك. أستاذ نبيد، بحسب المعلومات الواردة من المنظمات الصحية الدولية، العراق من الدول القليلة التي لم يصلها اللقاح بشكل يمكن معه البدء في خطة لتحصين المواطن العراقي. إلى ما ترجع هذا التقاعس؟ هل هناك ما هو أهم في سلم أولويات الحكومة من الصحة على المواطن العراقي؟ صحة المواطن العراقي وحياته هي تحتل الدرجة الأخيرة في سلم الأولويات فيما يتعلق باهتمامات الحكومة والنظام القائم في العراق. التأجيل أيضا له مغزى أو مقصود تأجيل أو مماطلة الحكومة باستيراد اللقاحات اللازمة. مقصود من ماذا أعني بذلك؟ أعني بأنه هذا التأجيل، سمعنا بأن الدفعة الأولى بالحقيقة كشفت مصادر أنها ستصل في بداية حزيران، يعني العراق لا يتحمل هذا الوضع أن يبقى إلى حزيران. لكن الطبقة السياسية تفكر بالتوظيفات، توظيف اللقاح من أجل الدعاية للأغراض الدعاية الانتخابية. فكلما اقتربنا من موعد الانتخابات المقبلة التي قيل أنها ستبدأ في الشهر العاشر، كلما اقتربنا من موعد الانتخابات تكون التوظيف أكثر ثمرة، أثمر من أن يبدأ بأبكر بوقت أبكر. لذلك أعتقد أن الطبقة السياسية تريد أن تؤجل استيراد اللقاحات حتى يحين موعد الانتخابات أو قبل الانتخابات بأشهر معدودة، كي تكون العملية المقايضة يعني أو الدعاية الانتخابية أكثر جدوى وفعالية. أستاذ لبيد، هناك تخوفات تثار حول احتمالية تحكم التيار الصدري بلقاح فيروس كورونا. كما تعرفون أن وزير الصحة من التيار الصدري وأيضا الوكلاء يتبعون التيار الصدري، لكن
هل تعتقد أن تصل المحاصصة الطائفية إلى صحة المواطن إلى هذا الحد؟ يعني هي وزارة الصحة أفسد وزارة على الإطلاق يعني، والتيار الصدري فعلا متحكم في الوزارة منذ الاحتلال، يعني هي حصة التيار الصدري مرصودة، يعني هذه هي السيمبل، يعني صارت التيار الصدري أفسد الوزارة وأفسد كل المؤسسات التابعة للوزارة. قبل أيام سمعت تقريرا لمنظمة أطباء بلا حدود، يعني هناك مستشفيات في داخل بغداد أصبحت موبوءة بكورونا. يعني أذكر لك على سبيل المثال من هذا التقرير أنه مثلا مستشفى اليرموك هناك خلط بين الموبوئين المصابين بكورونا مع الذين يعانون من جلطات قلبية أو جلطة أو نزف دماغي أو يعني يعني وهذه حالة، يعني هذه حالة لا يمكن أن تقبل. وهناك آلاف الناس المنتشرين في مستشفى اليرموك وفي ردهات مختلطة وهم يعني مصابون بكورونا. التيار الصدري يريد أن يستثمر أي شيء من أجل ترميم سمعته. نعلم أن التيار الصدري خسر وفقد الكثير من وزنه بسبب افتضاح تذبذباته وخصوصا موقفه العدائي وارتكب عدة جرائم ضد المتظاهرين والشباب. وتراجع التيار الصدري بالحقيقة، تراجع جدا وحاول جاهدا مقتدى الصدر قبل أسبوعين أن يستعرض عضلاته، ولكن بعد أن كشفت التقارير بأن ما جرى من تظاهر من خلال هذه السيارات التي أرسلها إلى بغداد والنجف وكربلاء جرى إحصاء ولم يكن يتجاوز عدد الذين نزلوا إلى الشارع 1000 أو 2000، يعني واحد من تيار الصدر، وهذا تراجع كبير جدا. يحاول التيار الصدري أن يرمم سمعته من خلال ماذا؟ من خلال أن يشتري الذمم مقابل لقاحات ومقابل مكاسب. نعم أستاذ لبيد، مادية صغيرة. نعم، من مالمو عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لكم.